يقولوا لنا أنه من جد وجد ومن زرع حصد ومن سار على الدرب وصل، ولكن ما كيقولوا لناش أن هذاك اللي وصل راه تعذب وضرب تمارة وتمرمد وسمح بزاف ديال الحوايج اللي كانوا مهمين بالنسبة ليه باش أنه يحقق ذاك الهدف. وخا هكا كل مرة كان كي يسقط فيها كان كيحاول أنه يعاود ينهض وكان كيكمل الطريق ديالو. لهذا كنقول لكم على أنه كيطرحوا مجموعة من الأسئلة، مثلا واش هاد العام غادي يكون الانتقاء الأولي، واش هاد العام غادي يدار الكونكور، بطبيعة الحال غادي يدار الكونكور، بطبيعة الحال غادي يكون الانتقاء الأولي إن شاء الله. لماذا؟ كنقيسوا على السنوات السابقة، ما كانش الالتقاء الأولي هذه شي 4 سنين ولا، لهذا حتى هاد العام إن شاء الله ما غاديش يكون الانتقاء الأولي. لهذا ما ديروش في بالكم هاد الفكره هذه باش ما تشوش عليكم، لانه هذا هو المصدر ديال التشويش، لانه مزمن بزاف ديال الناس كيكونوا متبعين واحد البروغرام ولكن بسبب هاد الافكار هادو وهاد الكلام هذا كي يسمحوا في البريباراسيون ديالهم وكيمرضوا نفسيا. لهذا انت يا دابا الهدف ديالك من دابا في هذه اللحظه هذه هي انك تبدا البريباراسيون. احنا في شهر 4 شويه شهر 5 شويه شهر 6 انت وصلت الكونكور، دونك اوتوماتيكمون غتلقى راسك بريسي، عندك بزاف ديال الحوايج ما تبريباري لهم، ما بداو دابا. في هذا الفيديو غادي نهضروا على النظريه السلوكيه او النظريه السوسيو بنائيه، عفوا التكوينيه الاجتماعيه الثقافيه الاجتماعيه. هذه النظريه هذه جاءت على يد فيغوتسكي، هو باحث روسي ولد سنه 1896 وتوفي عن سن 37 سنه. ترجمت اعماله في الستينات من القرن الماضي وتاثر بالفلسفه الماركسيه هذا الكاتب، مثلا التعاون، المشاركة الاجتماعية والثقافة وما إلى ذلك. وعلى يده تم ظهور هذه النظرية التي هي النظرية الثقافية الاجتماعية أو السوسيو بنائية. من مرتكزات هذه النظرية التي هي النظرية السوسيو بنائية هناك التفاعل الاجتماعي، وفي تصور فيغوتسكي يتصور على أن الاتجاه الحقيقي للتفكير لا ينطلق من الفرد إلى الجماعي، وإنما من الجماعي إلى الفرد. كيف هذا؟ يقول فيغوتسكي أن التفكير أو الاتجاه الحقيقي للتفكير كينطلق لنا من الجماعة، يعني واحد الإنسان اللي تخلق في هذه الحياة وهو تفكير منطقي، مثلا إنسان تخلق في هذه الحياة كيكبر في واحد الجماعة، هذا الإنسان هذا ملي كيكبر في هذه الجماعة كيتأثر بالتقاليد ديالها، بالديانة ديالها، كيتأثر بالثقافة ديالها وكل ما يتعلق بهذه الجماعة هذه. لهدف أنني أجد تفكير فيغوتسكي هو تفكير اللي هو منطقي وتفكير علمي شيئا ما. هناك أيضا التفاعل الاجتماعي وهو التصور المعرفي عند المتعلم، يعني هو أن التصور المعرفي عند المتعلم ينتج عن تشكيلتين اثنتين، هناك تشكيلة خارجية وداخلية وبحركة تنطلق من الاجتماع إلى الفردي. يتركز على وضع المتعلم في صراع معرفي من خلال مواجهة مشكل ما، ثم انخراطه مع مجموعة من المتعلمين داخل تفاعل اجتماعي، فيتطور هذا الصراع المعرفي إلى صراع سوسيو معرفي، فيتمكن المتعلم من تدويت هذه المعرفة داخليا. هنا نرجع لنفس الفكرة، هنا كاين تصور معرفي، يعني كاين تجنة من تشكيلتين، هو خارجية وداخلية. خارجية يعني في علاقة هذا التلميذ أو هذا الفرد بمثلا جماعة القسم، هنايا جماعة القسم كل واحد عنده فكرة وكل واحد كاين حاضر من واحد السلالة معينة، مثلا واحد من وجدة وواحد من مكناس وواحد من 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 الدار البيضاء وما الى ذلك، كل واحد عنده واحد الثقافه كتميزو، كل واحد عنده واحد الطريقه ديال الهضره، كل واحد عنده فكره مثلا. وهنايا ملي كيكون عندنا واحد ليشونج ديال الافكار هنايا كيتسمى ما هو اجتماعي، هنايا كيوقع لنا واحد الصراع سوسيو معرفي، يعني المعرفه المجتمعيه ما بين التلاميذ وما بين الافراد، وهنايا كعند التلميذ كتطور لنا واحد المعرفه اللي هي داخليه، وكيولي هو الى عنده افكار خاطئه كيصححهم عن طريق يعني الترابط ديالو و الكونتاكت ديالو مع الناس الاخرين او مع التلاميذ الاخرين. ننتقل الان الى التفاعل الاجتماعي الذي فيه يسهم التفاعل الاجتماعي بشكل اساس في تطوير الادراك ويظهر مدى تطور الطفل ثقافيا مرتين، في البداية على المستوى الاجتماعي ولاحقا على المستوى الفردي، حيث يظهر أولا بين الناس وبعد ذلك عند الطفل.
وهناك منطقة النمو القريب، هذا مهم. يرى فوكوستكي أن منطقة النمو القريب تتحدد ولا تحدد بمستويين من النمو. هناك المستوى الأول، وهو المستوى هذا هو المستوى الأدنى، وهو يمثل أداء الطفل المستقل، يعني ما يعرفه الطفل ويتعلمه لوحده. هنا غادي نشوفوا شنو كيقدر الطفل يدير بوحده بلا المساعدة ديال حتى شي واحد. وعندنا المستوى الثاني، وهو المستوى الأعلى، ويمثل الحد الأعلى والذي يمكن أن يصل إليه الطفل بالمساعدة ويدعى بالأداء المساعد. هنا كنشوفوا شنو الحاجة اللي يقدر يوصل لها الطفل، الحد اللي يقدر يوصل له الطفل بالمساعدة ديال الآخرين، هذا هو المستوى الثاني. وهناك أيضا منطقة النمو القريب، يعني مستوى الأداء المستقل يتوقف على مستوى التطوير الشخصي أو الذاتي للمتعلم. أما مستوى الأداء المساعد يتضمن المساعدة أو التفاعل مع شخص آخر، هذا هو اللي هضرنا عليه. فقد تكون المساعدة مباشرة، مثلا إعطاء تلميحات أو أفكار أو إعادة صياغة ما قيل في الدرس، أو مساعدة غير مباشرة، مثل تهيئة بيئة أو ظروف معينة من أجل إنجاز نشاط مثلا أو إلى ما إلى ذلك. فهو يربط أي تحسن لنشاطات الطفل العقلية بالتفاعل الاجتماعي. وهناك توضيح لمنطقة النمو القريب، اللي هي زون بروش دو ديفلوبمون. هنا يمكن تعريف منطقة النمو القريبة بأنها المسافة بين التطوير الفعلي الذي ينشأ عن حل المشكلة بصورة مستقلة، يعني هنايا كنشوفوا التلميذ كنعطيو حطوه في واحد المشكلة، واحد الوضعية مشكلة، وكنشوفوا واش يستعمل داك لي بريغوكي ديالو وداك الأفكار اللي عنده وداك المعلومات اللي عنده باش يقدر يحل داك المشكل، شنو يقدر يدير غير بوحدو. والتطور المحتمل حدوثه خلال حل المشكلة بتوجيه من راشد أو التعاون مع الأقران. يعني هنايا نشوفوا عاوتاني التلميذ شنو يقدر يدير، شنو يقدر يكون يعني المستوى ديالو منين يكون بالمساعدة ديال الأقران والمساعدة ديال إنسان راشد، مثلا أستاذ أو أقران ديالو في القسم. سوف أعطيكم مثال، يعني قد تقدم سؤالا أو مسألة للطفل ولا يستطيع حلها، ولكن ببعض المساعدة والتوجيه من الكبار، مثلا من الأستاذ أو من تلميذ آخر صديق أو بالتعاون مع الأقران اللي هو الأصدقاء وما إلى ذلك، يصل إلى الحل. يعني هنايا كنعرفوا بأن التلميذ ما عرفش يحلها ولا كان قريب يحلها، ولكن بالمساعدة ديال الكبار، التوجيه ديال الكبار ولا ديال الأقران، قدر يحل هذا المشكل ولا هذا السؤال. وهناك أيضا العوامل المسؤولة عن حدوث التألم في السوسيوبنائية، وهنا نذكر خمس عوامل. هناك دور التفاعل الاجتماعي، دور النشاط، دور الراشد، دور التألم التعاوني، والأدوات النفسية والفنية. هنا غادي نطلع على كل عامل بوحده. هناك دور التفاعل الاجتماعي أولا، ويقول فيكوتسكي أن أي عملية للتطور الثقافي للطفل تحدث على مرحلتين أو عبر مستويين، المستوى الاجتماعي والمستوى الثقافي. في الأول يحدث خلال عملية التفاعل مع الناس، يعني المستوى الاجتماعي يعني هنا التلميذ أو الفرد كيكون في مجتمع كيتفاعل مع الأفراد نتاع مع الأصدقاء نتاعو مع 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 التلاميذ الآخرين اللي كاينين في القسم. والثاني يحدث عبر مرحلة سيكولوجية داخلية، هنايا الثاني المستوى الثقافي كيكون مرحلة سيكولوجية داخلية، يعني داخل الطفل كينمي القدرات الثقافية ديالو، يعني بشكل داخلي، يعني داخليا. ننتقل الآن للعامل الثاني الذي هو دور النشاط. يرى فيغوتسكي أن الطفل الصغير يميل إلى إشباع حاجاته بصورة فورية. يعني هنايا مثلا كيكون عندنا واحد الاخ ديالنا ولا الاخت نتاعنا صغيره كيخصها مثلا تلعب بهاد اللعبه، دزت انت وياها في السوق وقالت لك بغيت داك اللعبه، ما يمكنش تقول لها خليها حتى المره اخرى ونشريها لك، لا هي كتخصها ديك الساعه تبقى تبكي. دونك هنايا الطفل يميل الى اشباع حاجته بصوره فوريه، يعني في البلاصه، ويصعب عليه تاجيل هذا الاشباع لفتره طويله. ولكن مع تقدم الطفل في العمر ودخوله في سن ما قبل المدرسة، فإن كثيرا من رغباته تظهر تلقائيا ويعبر عنها من خلال اللعب مثلا. وإن لعب الطفل في هذه المرحلة هو دوما التحقيق التخيلي والوهمي للرغبات التي لا يمكن تحقيقها. دونك هنايا بزاف ديال الأفراد، مثلا الطفلة صغيرة كيعجبها تلعب مثلا بدوك النونوسات الصغار وما إلى غير ذلك، هنايا كتحاول تشبع ديك الرغبات ديالها عن طريق اللاعب. يعني هنايا في اللاعب يحتوي على الميول النمائية كلها، ويسهم في تحقيق التفكير المجرد.
هنا سوف نذكر نتائج تجارب فيكوتسكي على فئات مختلفة من الأطفال. يعني فيكوتسكي يقول على أن الذين يجدون صعوبة في القيام بالمهام والأعمال غالبا ما ينجزونها عندما يشتغلون تحت التأثير وإشراف الراشدين. يعني هنا يقدر يقولنا بلا راه قلنا يعني كمونيين، يعني مثلا الطفل ديالك ملي كيكون عندك طفل صغير وكتوقف على راسه وكتقول له هاد التمرين هذا خص، هاد التمارين عطاهم لك الاستاذ مثلا خصك تخدمهم، اوتوماتيكمون كيحاول يدير مجهود وكيخدمهم، في غالب الاحيان كيخدمهم صحاح. لكن الا خليت له واحد الفتره معينه ديال 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 الحريه، يعني كتخلي له حريه ديال انه يخدم فوقاش ما بغى، انا اوتوماتيكمون كيوقع له واحد الخمول وما كيخدمش. هنا يعني خص تاثير ديال اشراف الراشدين. وما يقوم به الاطفال بمساعده الاخرين اكثر دلاله على مستوى نموهم. يعني هنايا من المساعده ديال الاخرين كيتنمى العقل ديال الطفل وكيقدر يعني من بعد يقوم بديك الاشياء يعني بدون اي مساعده. هناك ايضا دور الراشد، ويعتبر فيغوتسكي ان سيروره التعلم والنمو الداخليه عسيره على المتعلم او الطفل، اذ لا مناص من تدخل الراشد او القارين لتحسين عمليه التعلم. هنا فيغوتسكي كيقول لك على اساس انه الطفل صعيب عليه انه يتعلم بوحده، لكن عندما يكون هناك واحد الراشد مثلا الاستاذ ولا القارين اللي هو الصديق او زميل في القسم، كيكون يعني كيسهل العمليه التعليميه التعلميه. ففي لحظه معينه يتدخل الراشد لاطلاق شراره التعلم الذي يعجز التلميذ عن اطلاقه بمفرده. فاذا اختار الراشد الوقت المناسب والاجراء المناسب فان التلميذ يستطيع ان يشتغل منفردا بواسطه مكتسباته. يعني هنايا الراشد كيلعب واحد الدور مهم، و المقاربة بالكفايات اللي كتعتمدها وزارة التربية والتعليم حاليا يعني كتضع المتعلم في قلب العملية التعليمية التعلمية، يعني هو اللي كيبني المعرفة انطلاقا من ذاته. وهنايا كنهضروا على الراشد، يعني الراشد هو اللي هو الأستاذ، اللي واحد الأستاذ اللي هو مجرد أغيونط، يعني كيساعد، مجرد مساعد كيساعد التلميذ على بناء المعرفة. يعني هنايا كنت شفت واحد ستاتيو في سير فيسبوك، والتصور ديال الأب كان خاطئ، يعني كان خاطئ. قال الاب، قال على انه عطى الاستاذ حتى الابن ديالو واحد التمرين، واحد السؤال، جوج ديال الاسئله باش يطرحهم على الاستاذه. هنا الاستاذه ملي مشى التلميذ وطرحهم عليه الاستاذه ديالو، الاستاذه ما عطاتوش الجواب سيغ لو شون، قالت له غادي نعطيكم هاد التمارين هادو على شكل اسئله ولا على شكل بحوث ديروهم. هنايا الاستاذه كان التصرف ديالها اللي صائب. علاش؟ لان التلميذ ملي غادي يمشي وغادي يبحث على راسه وغادي يطور المعرفه ديالو ويجي عند الاستاذه، هنايا غادي يكون هو بنى المعرفه انطلاقا من ذاته، ومن بعد الاستاذه تقدر تاورينتيه الا كان عنده شي مشكل. في حين الا عطات له المعلومه الاستاذه ديريكت، يعني طرح عليها السؤال وجاوباته في البلاص، ما غاديش يعقل عليها اوتوماتيكمون. يعني هنايا التصرف ديال الاستاذ والاستاذه كان صائب جدا. يعني هنا يمكن القول أن التعلمات تبنى لدى المتعلم والراشد يقوم بتثبيتها من خلال القيام بالأدوار التالية: دور المراقبة، التوجيه والإرشاد، النصح والتصحيح، دور الأداة المساعدة. هنا دور الراشد اللي هو كيكون كيراقب هاد التلميذ، كيوجهه وكيرشده، كينصحه وكيصحح له الأخطاء، وكيكون مساعد له وأوريونت. هنا نجد دور التعلم التعاوني. هنا كيكون واحد التعاون ما بين الافراد الاقران، ولا كيكون الراشد هو اللي كيساعد. هنا تقسيم المتعلمين الى مجموعات مع توزيع الادوار، هناك تبادل الافكار والخبرات. هنا غادي يكون وقع لنا واحد التبادل ديال الافكار والخبرات. هنا ملي غادي نوقع التبادل ديال الافكار والخبرات غادي نلقاو الحل. دونك هنايا غادي ننتقلوا من حل بمساعدة الأقران إلى حل فردي. هنا من بعد غادي يطور لنا التلميذ المعرفة ديالو وغادي يبقى يوجد لنا هو الحل بطريقة فردية. وبعد توزيع الأدوار يتم تبادل هذه الأدوار، يعني كيولي هناك تبادل الأدوار، واحد يسول واحد يجاوب، واحد يعطي معلومة والأخر يعقب وما إلى ذلك. هناك كيولي المتعلم معلم، يعني في اطار هذاك لي شونج ما بين الاقران. هناك يكون الوصول المتعلم الى الانفراديه في حل المشكل، هنايا انطلاقا من الافكار ديال الاصدقاء ديالو وفي هذه المجموعات هذه. هناك ايضا الادوات، واخيرا الادوات النفسيه والفنيه.
هناك الأدوات النفسية مثل الكتابة، الرسم، الحوار الشفهي، الرموز، الإشارات، الأفكار، المعتقدات واللغة، وتكشف عن التعلم الذي يحدث داخل الفرد في علاقته التفاعلية مع المجتمع. والأدوات الفنية مثل الأجهزة والمقاييس، الميكروسكوب والحواسيب، فالأدوات النفسية وظفت كأداة لرؤية المفهوم من وجهة نظر المتعلم لتمده بطرق المعرفة، أما الأدوات الفنية تمده بكيفية الحصول على هذه المعرفة. وفي هذه الخلاصة، كما قد أكدت لكم، أن النظرية السوسيو البنائية تعتبر من أهم الأسس النظرية التي قامت عليها المقاربة بالكفايات، اللي قلت لكم على أن المينيستير دي لوديكاسيون ناسيونال كتعتمدها دابا، التي اعتمدها المغرب في بناء المناهج والبرامج التعليمية الحالية، وهي تصنف ضمن نظريات التعلم المعرفية التي تعطي الأولوية لما يجري داخل الإنسان كالتفكير واتخاذ القرار وحل المشاكل، كما أنها تعتبر فرعا من البنائية، تتفق معها في تأكيدها على أن المتعلم هو صانع المعرفة، وتختلف معها في كونها تولي أهمية أكبر لدور تفاعل المتعلم مع أقرانه ومعلمه في تسريع عملية النمو المعرفي. هنا نؤكد على النظرية السوسيوبنائية، تقول لك على أن التلميذ كيبني المعرفة انطلاقا من ذاته بمساعدة سواء الأقران سواء الأستاذ. كنتمنى أن هذه النظرية تكونوا فهمتم مزيان هذه النظرية، ويعني فهمتم مزيان الجوهر ديالها. المهم عندي هو الفهم أكثر من الحفظ، وبالتوفيق إن شاء الله، وإلى فيديو جديد إن شاء الله، الفيديو القادم إن شاء الله. مع السلامة.